عاجل. الدريهم وتحيتا، القوات الموالية للحوثيين تتقدم وتسيطر على مناطق شاسعة بالحديدة. لنشاهد التفاصيل. قالت مصادر عسكرية أن القوات الموالية للحوثيين سيطرت يوم الجمعة على مناطق شاسعة بمحافظة الحديدة. وقال المصدر للصحيفة أن القوات الموالية للحوثيين سيطروا على منطقة الدريهم بشكل كامل، وأشار المصدر إلى أن منطقة تحيطة سيطرت عليها أنصار الله الحوثية أيضا. وبحسب المصدر فإن القوات الموالية للحوثيين باشرت عمليات اعتقالات للمواطنين في هذه المناطق. وقال المصدر أن القوات الموالية للحوثيين لا تزال تتقدم. وأفاد مصدر عسكري عن فوضى كبيرة شاهدها الساحل الغربي منذ يوم أمس. وقال المصدر أن ألوية عسكرية تفاجأت بعملية أوامر الانسحاب دون تنسيق مسبق. وأضاف المصدر أنه لم يتم التنسيق إلى مواقع انسحاب القوات. وأشار المصدر إلى أن القوات من الألوية التهامية ظلت في مواقعها رافضة الانسحاب، الأمر الذي أدى بها إلى مواجهة مباشرة مع الحوثيين وشبه إطباق حصار عليهم، الأمر الذي أجبرهم للهروب. واختتم المصدر: الوضع في الساحل الغربي متوتر وليس هناك أي قيادة تحتوي الأمر وسط تخوف من اندلاع مواجهات مباشرة بين الألوية. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.